الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشبهات التي يثيرها المدعو محمد المنتصر الإزيري على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، شبهات حول التوسل، وهذا الرجل وغيره من المتصوفة أرادوا بهذه الشبهات أن يخربوا عقائد المسلمين، أرادوا أن يخربوا عقائد المسلمين، فادعوا أن غير الله يخلق، وأن هناك آلهة مع الله تدعى من أوليائهم المزعومين وأصحاب القباب والأضرحة، فصاروا يدعونهم من دون الله ويجعلونهم أندادا وشركاء لله عز وجل، كما قال قائلهم: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وهذا شرك بالله. وكما قال قائلهم: وإن كنت في هم وغم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. ولا شك أن هذه العقيدة الفاسدة الشركية الكفرية هي أغلظ شركا وأشد كفرا من كفر أبي لهب وشرك أبي جهل، لأن أولئك المشركين كانوا إذا كانوا في حالة الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، كما أخبرنا الله في القرآن الكريم، وإذا كانوا في حالة الرخاء أشركوا بالله. أما مشركو اليوم فهم يشركون بالله في الرخاء وفي الضراء، لأنه يقول: إن ناب خطب، يعني مصيبة، إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله، يا ولي الله إسماعيل. فأراد هؤلاء أن يلبسوا على مسألة دعاء غير الله باسم آخر شرعي، ولكنها كلمة حق أرادوا بها باطل، وهو اسم التوسل، فسموا دعاء غير الله توسلا مشروعا، وما هو إلا شرك بالله، كما ستعلم في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. هنا حيكون عندي معكم مجلسين: المجلس الأول تعريف التوسل، وكذلك أنواع التوسل المشروع. هذا هو المجلس الأول، معنى كلمة التوسل وأنواع التوسل المشروع بالأدلة من الكتاب والسنة، والمجلس الثاني والأخير شبهات حول التوسل. ومن أفضل وأعظم الكتب التي ألفت هو كتاب الإمام الألباني عليه رحمة الله، هذا الكتاب الذي هو بعنوان التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. لازم كل زول فيكم الدرس الجاي مشتري الكتاب ده، كله بكم؟ مع 20 جنيه وكذا، موجود في الدار السودانية للكتب، اشتروه. التوسل أنواعه وأحكامه، وأنا كلامي ده ملخص أو سميه مقتطفات أو خلاصة هذا الكتاب. طيب، التوسل في لغة العرب، التوسل في لغة العرب هو التقرب إلى الله، هو التقرب إلى المطلوب، هذا في اللغة، التقرب إلى المطلوب
والتوصل إليه برغبة هو التقرب إلى المطلوب، والتوصل بالصاد، والتوصل إليه برغبة، هذا هو معنى التوسل. طيب، ومن معاني التوسل أيضا أو من معاني كلمة الوسيلة، من معاني كلمة الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. طيب، ودليل هذا المعنى الثاني لكلمة الوسيلة حديث الإمام أحمد ورواه مسلم: إذا سمعتم المؤذن، هو عند مسلم عفوا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب، ومن معاني الوسيلة في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي لا سيما في القرآن تحديدا، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معنى آمن فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب، اتقوا الله يعني أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له. قال: وابتغوا إليه الوسيلة، وده الشاهد بتاعنا، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وابتغوا إليه الوسيلة معناه شنو؟ واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضيه، واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضيه. والمعنى اللي قاله الطبري ده بحل لك أكبر شبهة عند المشركين، مشركي زماننا اليوم، صح؟ لأنه بيجيب لك الآية دي دليل على شنو؟ على التوسل الممنوع وعلى جواز دعاء غير الله، صح؟ لكم ابتغوا إلى الوسيلة، يعني تجيب زور صالح تدعوه لله كده يلخبطك. الوسيلة يعني شنو؟ شيخ المفسرين من هو؟ الطبري. قال شنو؟ قال: وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القرب إليه بشنو؟ بالعمل بما شنو؟ بما يرضيه، ده معنى الوسيلة، يعني تقرب إلى الله بالطاعة، يعني كما قال قتادة أيضا كما سيأتي الآن. ونقل عن قتادة، والذي نقله عن قتادة ابن كثير في تفسيره وابتغوا إليه الوسيلة، قال قتادة رحمه الله، كلام ده تكتبوه يا جماعة، أنا اخترت لك أهم المواضع في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وأنا عندي عليه امتحان، أنا ما أعرف الدورة فيها امتحانات ولا ما فيها، لكن أنا عندي امتحان في المادة دي، خلاص؟ أي شيء بقوله هنا بسألك منه، خلاص؟ طيب، عشان كده أي حاجة بنقولها اكتبها، لا أنا ما بقدر أجيب كمان كل دقيقة أجيب أملي بالحرف يا جماعة، خلاص؟ أنت اكتب حاجة فاتتك أمش قدام، ما تقولها كده حيفوتك البعدية والبعدية والبعدية، دي خليها أمش بعد ما تدرس زي أنت نطلع أسأل جارك بعد ما نصلي العشاء، قول لي شنو أكتب لك؟ عشان ما تلخم واسع. طيب، أنا قاعد أعيد الكلمة مرتين ثلاثة. قتادة يقول: وابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بطاعته. واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة جدا جدا. الوسيلة المقصودة في الآية التقرب إلى الله بالطاعة، يعني العمل الصالح، يعني دي الوسيلة في الآية. قال: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه.
ابن كثير بعد ما نقل كلام قتادة قال كلمة ترد على كل المشركين في زماننا ده. قال ابن كثير، اسمع الكلام ده كويس، قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. في معنى كلمة الوسيلة في الآية دي، نقل كلام ابن عباس ونقل كلام قتادة ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. إذا كلام ده واضح ما فيه خلاف، ده كلام مجمع عليه، إنه الوسيلة معناته تتقرب لله بالعمل الصالح، مش تجيب لك زول تزرعه وتدعو من دون الله، دي الوسيلة. لا لا لا، ولا تقول أسألك بجاه فلان يا ربنا، ده كله باطل. ويستستدل بالآية دي غلطان، لأنه ما في خلاف بين المفسرين كلهم إن الوسيلة المقصودة هي التقرب إلى الله بالعمل الصالح. قال قتادة، قال ابن عباس، قال ابن جرير الطبري، قال ابن كثير، ونقل الإجماع عليه، انتهى الموضوع. عشان كده مشركو زماننا اليوم لما يأتي بهذه الآية ليلبس بها على المسلمين، ما بقول لك فلان قال في معناها، ما عنده، لأنه ده إجماع من الصحابة والتابعين وانت نازل، إجماع إن الوسيلة دي التقرب إلى الله بالعمل الصالح بعملك. بيقول لك الوسيلة يا أخو، الوسيلة يعني نجيب صالح ويمشي طوالي، ما بيقول لك فلان قال ولا فلان قال من الصحابة أو من السلف، خلاص. طيب، هذا معنى كلمة شنو يا جماعة؟ الوسيلة، ومعنى كلمة التوسل. طيب، ثم بعد ذلك التوسل المشروع وأنواعه، التوسل المشروع وأنواعه. وعرفنا أنه التوسل بمعناه أنك تتوصل لربنا سبحانه وتعالى وتتقرب له وكذا. بشنو لكن؟ بثلاثة أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. زي شنو مثلا يا جماعة؟ من يدينا مثال؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، زي ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لحد هنا بس، أما أصلح لي شأني كله هذه الزيادة دي في أذكار المساء، لكن من أدعية الهم أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هكذا. الشاهد من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله بشنو؟ بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وكل اسم من أسماء الله هو متضمن لصفة من صفاته، فاسم الرحيم يدل على صفة شنو؟ الرحمة، وهكذا. والغفور يدل على صفة المغفرة، وهكذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حي يا قيوم، فتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا. ومثل أن تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني وقوني، إلى آخر، يا شافي أشفني. ما دليل هذا النوع من التوسل؟ التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الدليل شنو؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الموضوع ده موضوع سهل يا جماعة، لكن مشركو زماننا يلبسون على الناس. طيب، وأمثلته في القرآن والسنة كثيرة. الشيخ الألباني يقول: ما ذكره الله من دعاء سليمان عليه السلام وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وين هنا التوسل بأسماء الحسنى وصفات العلا؟ وين في الآية؟ أيوة، ها،
برحمتك. وتاني قال ربي، مش كده؟ ربي. طيب كذلك أيضا من التوسل إلى الله عز وجل بصفاته العليا ما جاء عند النسائي وصححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل السلام من الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وين هنا التوسل؟ نعم، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنها أيضا ما رواه أبو داود والنسائي وغيره صححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، شو التوحيد ده كيف، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه: قد غفر له، قد غفر له. وأي دعاء، أي دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن فيه اسم الله الأعظم أو أن من دعا به استجيب له، تجد هذه الأنواع من الأدعية المجابة حالا تجده يتضمن التوحيد والشهادة لله بالوحدانية والبراءة من الشرك. زي شنو مثلا؟ لا إله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثاني، أيوة، زي الدعاء بتاع الأحاديث التي وردت فيها صيغ مختلفة للدعاء بسم الله الأعظم: اللهم إني أسألك، كما جاء في الترمذي أن رجلا دخل المسجد وصلى فدعا في سجوده أو في صلاته فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد، قريب للدعاء، أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوه يستجب لك. فدعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. زي سيد الاستغفار مثلا، مش كده؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تلقى في بدايته فيه توحيد، مش كده؟ كل الأدعية يعني التي هي أقوى الأدعية تلقاها تتضمن يا جماعة شنو؟ التوحيد كلها راجعة، حتى دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، وذكر أمثلة كثيرة جدا في هذا الكتاب الشيخ الألباني. طيب، النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي. أول حاجة قال التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح، ما يكون عمل فاسد، صح؟ لابد يكون صالح. والعمل الصالح يعرف بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة. قال بعمل صالح قام به الداعي، عشان ما تمشي تقول يا رب أنا أسألك بجاه وتحسونا، ده ما انت ان بقى صالح ذات، ده ما انت ولا عملك انت. عشان كده الشيخ الألباني قام ضبطه قال بعمل صالح قام به من؟ الداعي ذاته. هل انت تقدر تدعو الله هسه ده؟
لابد العمل يكون حقك انت ده. طيب، كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك مثلا يعني، واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم. دي بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز، لأن حبك للرسول صلى الله عليه وسلم عمل صالح. نعم. طيب، ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال بصورة أخرى، خلاص، فيه خوفه من الله سبحانه وتقواه وإيثاره رضاه على كل شيء. ذكر لك عمل كده، عملت لربنا كان عمل صالح، وفعلا في العمل ده انت كان نيتك لله تمام، ما راقبت فيه المخلوقين، راقبت فيه الخالق، فتذكر العمل ده وتدعو به ربنا، خلاص. وده ما من ده ما على سبيل المن يا جماعه او الرياء، فهمت؟ عشان الشيطان ما يلخبط لك، ده امر محمود ومطلوب شرعا، ان تتوسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحه كما ستاتي الادله. طيب، من الادله من القران يقول الشيخ الالباني: الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من سورة آل عمران. ربنا إننا آمنا، ده عملهم هم الصالح توصلوا به لله، آل عمران الآية 16. طيب، وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ده عمل صالح هم عملوا، آمنا بما أنزلت ده العمل الصالح الأول، واتبعنا الرسول ده العمل الصالح الثاني، فاكتبنا مع الشاهدين، ده الدعاء، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. والغريب الآدي بالذات، كثير من مشركي زماننا يقولونها ويدعون بها في الدعاء البدعي الجماعي الذي يكون دبر الصلوات: اللهم ربنا آمنا بما أنزلت، تبعنا الرسول، هو تلقاه بيعبد البرع، ما آمن بما أنزل الله، واتبعنا الرسول، دي بدعة. أول دعاء جماعي دي بدعة، خالف فيها الرسول ذات صلى الله عليه وسلم. أنت لاحظ الحتة دي، الشيطان يلبس عليهم، واحدين بالميكروفون كمان: آمنا بما أنزلت، كذاب، واتبعنا الرسول، كذاب، كله كده. ممكن يقول رافع يده كده ولابس حجبات في يده تحت، ولا آمن بما أنزل ولا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والدعاء ذاته بدعة، الدعاء ذاته الجماعي ده بعد الصلوات بدعة، بدعة ما في أصلا، ولا يستطيع احد على وجه الارض انه يجيب له دليل ابدا. هو بيقوم بغشك المبتدع، تقول له بدعه، يقول لك جيب دليل. ما انا انت، انا ما جبت حاجه، انا صليت الصلاه قالها الله وماشي البيت، انت قبل ما امشي البيت جبت حاجه جديده، صح ولا ما صح؟ ما غير الصلاه وغير مشي البيت، دي جات من وين؟ انت تجيب الدليل، لكن لو داير مني انا دليل بديك من باب الفضل كده بديك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اي حاجه ما سويتها انا بدعه مردوده، وين؟ حديث عائشه في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ليس عليه امرنا، نحن بنقول لك ده ما عليه امر الرسول، لا لا عليه امر الرسول، جيب الدليل. كده قلبت عليه شنو؟ الحجه. طيب، انت تقول له ده ما عمله الرسول. اذا سكت ولا شفته؟ ما عمله الرسول. اذا قال لك عمله ولا جيب الدليل. اذا سكت ثاني ولا شفته؟ على موضوع النقاش ذاته والحوار داير اسلوب يا جماعه، لازم يكون ذكي ويكون فطن، خلاص، مع العلم بتاعك الكافي لرد الشبهات، لانه لو ما عندك علم ما تناقش، لكن بعد العلم لابد يكون عندك شنو؟ حجه. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم، الانبياء كان عندهم حجه عجيبه، ولا بذور كان بيقدر يناظرهم ابدا، كلمتين بس بينتهوا من العنايه. طيب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بعد ذلك جد دعاء. وفيه من الفوائد هذه الآيات إن الزول يقدم التوسل بالعمل الصالح قبل الطلب، قبل الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وإيماني برسولك وحبي لك وحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لي وأن ترزقني وأن تعافيني وتشفيني. تقدم شنو؟
تقدم التوسل أول من المستحبات يعني، بعدك تدعو. طيب، ومن السنة قال الألباني نقل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، أنا بس بختصر الأشياء عشان الزمن، سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذه رواية أحمد وأبو داود. طيب، النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. الرجل الصالح كيف نعرفه صالح؟ كيف نعرفه صالح؟ كيف؟ أيوة، كيف؟ نحن نحكم بالظاهر يا جماعة، نحكم بشنو؟ بالظاهر، خلاص؟ أول باتباع الكتاب والسنة، نحكم بظاهره، بظاهر اتباع الكتاب والسنة. أهم شيء بالصلاح شنو؟ عقيدته وتوحيده وإيمانه. ما ممكن زول يكون رابط الصبيطة بتاعت حجبات يكون صالح أبدا، ما ممكن إطلاقا، ويعتقد فيها إنه تنفع الضر، ده ما صالح خلاص. زول فكي مولع بخور ولا من نسوان وسبحة 17 متر وبتاع وساحر ويفتح الكتاب وعامل فيها بعلم الغيب، ده أول حاجة كافر ذاته كده، خليه صالح، ده كافر خلاص، ما ممكن. ديل هم الناس الصالحين الليلة عند الناس، ديل هم الناس الصالحين في نظر كثير أو كثير من بل أكثر الناس، إنه ديل الصالحين، ديل فاسدين يا أخي. ما ممكن زول يقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، يعني أنا الله ذاته، ويكون صالح، ده كافر كفر أشد من كفر إبليس، والله العظيم جد لا يمكن يكون صالح. فالناس تفهم أول شيء في الصلاح العقيدة، بعدات باقي أركان الإسلام، الصلاة الصيام الصلاة الزكاة كذا بالترتيب، بعدات بر الوالدين، بعدات كذا بعدات كذا. فنحكم بالظاهر، لكن هل إذا لقينا زول قائم بهذه الواجبات في ظاهره نقول فلان صالح ولي؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لابد مادحا أخاك فلتقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكى الله. طيب، لأنه أنت ما عارف جوا القلوب شو. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، الشغل بعض علمائنا قالوا السلف فصلوا فيه، ابن تيمية شغل سامي تيمية قال السلف فصلوا فيه، فكان السلف يكرهون أن يكثر الإنسان من هذا النوع من التوسل، الإكثار منه مكروه يا جماعة، هو جائز لكن الإكثار منه شنو؟ مكروه. يعني ما تعمل شغلة عليك الله أدعو لنا الله معك، أخونا فلان برضو أدعو لنا معك، أنت برضو أدعو لنا الله معك، أنت برضو، ده كده مكروه منهي عنه، لأنه أنت مطالب إنك تسأل ربنا براك، لأن الدعاء عبادة. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي بإسناد صحيح. فالدعاء ده عبادة أنت بتتعبد بها قبل ما ربنا يستجب لك أو ما يستجب لك، هو في حد ذاته كونك رفعت يدينك دعيت الله، دي علامة على توحيدك وقوة إيمانك، دي براها كده، خلي استجابة الدعاء ده موضوع تاني. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، وإذا سأل أحدكم ربه فليسأله حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. سير السفنجة مثلا يعني، إذا اتقطع أنت بتقدر تصلي، ممكن تشتري سفنجة ب15 جنيه، لكن كونك تدعو الله يعينك عليها مع إنه عندك قروش الوقت ذاك، ده من كمال التوحيد، لأن هذا دليل على أنك ضمنت ما عند الله أكثر مما عندك في جيبك،
ولهذا رويت الآثار أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا نقص الملح في بيت أحدهم قال اللهم أعني على شراء الملح، وهو أرخص حاجة، بعد ذاك يمشي يشتري. وقد بايع رسول الله أبا بكر وأبا الدرداء وثالثا معهم في مسلم، الحديث صحيح مسلم، ألا يسألوا الناس شيئا. شو التوحيد ده كيف؟ فكان الراوي قال فرأيت الواحد منهم يسقط الصوت من أعلى الدابة فلا يقول يا فلان ناولنيه، وإنما يقول اللهم أعني عليه ثم ينزل. دل كانوا ناس عجيبين، لكن إحنا الآن الواحد يضايق شديد يا الله، بعد ذاك بنادي الله، صح ولا ما صح؟ لكن لو جيبوا ملان أموره مجية وشغال كويس وأموره ناجحة وناجح وماشي كده حلك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالصحابة ما كانوا كده، عشان كده الحديث قال تعرف إلى الله في الرخاء، في الرخاء يعرفك في شنو يا جماعة؟ في الشدة. ومن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء وين؟ في الرخاء، بقوة التوحيد. طيب المهم، فيجوز قلنا التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، ولكن يكره شنو؟ يكره شنو يا جماعة؟ الإكثار، الإكثار منه. طيب من الأدلة على جواز التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، طبعا الرجل الصالح لابد أن يكون شنو؟ حاضر قاعد، يعني ما ممكن يكون ميت لأنه ما حيدعو لك. إذا دعيت الميت من دون الله شرك أكبر مخرج من الملة. الشيخ العثيمين قال وإذا دعيت غائب حي لكن ما ميت لكن بس غائب وندهت دعوته من دون الله، ندهت من دون الله شرك أكبر مخرج من الملة برضو. فلابد أن يكون حيا وأن يكون شنو؟ حاضرا. وما تدعو من دون الله برضو، فإذا كان حيا وكان حاضرا ودعوته من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكان حاضرا أشركت شرك أكبر. قاعد جنبك شيخ فلان، قلت له يا شيخ فلان تنزل لنا المطر، كفرت بالله خلاص، طلعت بر الدين حتى لو قاعد جنبك ذات. طيب لكن قلت له يا خليك لا تديني كوز الماء ده اشرب، ما في حاجة، انه يستطيع ذلك. تناديته قلت له يا شيخ فلان جيب مويه، يستطيع ذلك. طيب من الأدلة على جواز هذا النوع من التوسل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال أصاب الناس، أصاب الناس ولا الناس؟ الناس، لأنه ده مفعول به مقدم. أصاب الناس سنة يعني قحط والمطر ما نزل، أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة دي كويس. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما يوم الجمعة، في يوم الجمعة قام، وفي رواية دخل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر، يعني تجاه المنبر نحو دار القضاء ورسول الله قائم على المنبر يعني. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلك المال وجاع، في رواية هلك العيال أو جاع العيال، هلك الكراع وهلك الشاء. الشاء بالهمزة هي جمع شاء بالهاء، فهمت؟ تجمع على شاء بهمزة على السطر الجمع، والمفرد شاه بالهاء. طيب قال هلكت، وفي رواية أخرى هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا أن يسقينا أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، وده فيه دليل على الرد على المبتدعة أصحاب التوسل البدعي. لو كان أصلا يجوز التوسل بجاه فلان
ما كان الرجل ذا جمين هناك ودخل المسجد والرسول يخطب وقال لي ادعو لنا الله، كان في بيته يقول لي يا الله أتوسل لك بجاه الرسول، صح ولا ما صح؟ أعظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم مكانه، لكن الرجل ده ما قال الكلام ده، جمين هناك لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حصل كذا 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 وجعنا وكذا ادعو لنا الله. ففي ورد على الناس اللي يقول توسل بالجاه، وفي ورد على الناس اللي بيدعو الزول الصالح ويخلوا الله، لأنه أصلح الصالحين هو رسول الله. مع هذا الأعرابي ما دعا الرسول، قال له حاصل كذا وكذا والمطر ما نزلت ادعوا لنا الله. شو التوحيد ده كيف؟ طيب قال فادعوا الله لنا أن يسقينا، وفي رواية أن يغيثنا، فادعوا الله لنا. فرفع يديه يدعو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت بياض إبطيه، إبط هكذا تنطق إبطيه، خلاص يعني رفع يدينه كيف يعني، واحد يورينا الصفة بتاعت رفع اليدين دي كيف كانت، يعني ما كانت كده، كان شنو فوق يعني. طيب العلماء استقصوا أو جمعوا صفات رفع، صفة رفع اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قالوا الصفة الغالبة إنه كان بيرفع بصاص صدره يعني هكذا. أما في حالة الكرب الشديد كهذه الحالة أنه قال هلك العيال وكذا وكذا وكذا، أو في الحرب في الجهاد من في حالة الشدة والكرب الشديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء إما هكذا، يعني يجعل الراحتين اليدين على الأرض كده، وإما هكذا، إما هكذا وإما شنو هكذا. قال حتى رأيت بياضة إبطيه، لأنه كان بيلبسه قريب للشكل بتاع اللبس بتاع الحج ده، فزول رفع يدينه كده بيرى بياض إبطيه. طيب البخاري قال الحديث دليل على جواز الدعاء غير مستقبل القبلة، شو البخاري ده عالم كيف، قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة وجاب الحديث ده، أخذوا من وين؟ إنه كان بيخطب المنبر في الجمعة والأعرابي دخل قال كذا، الرسول طوال رفع يدينه، والمنبر الإمام بيكون عكس شنو يا جماعة؟ عكس القبلة، فيجوز الإنسان يدعو الله غير القبلة، لكن الأفضل شنو يا جماعة؟ القبلة. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، مش معناته الرسول ترك الأفضل ومشى للمفضول، لا، وإنما كان تشريعا لبيان الجواز. زي النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث عائشة أتى إلى صباطة قوم فبال واقفا، مع أنه غالب بوله كان جالسا وهو الأفضل في السنة، لكن ليه هنا بال واقفا؟ العلماء قالوا لبيان الجواز. فنحن نقول الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا كذا، والأفضل كذا مش معناته النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأقل لأنه يريد الأقل، لا، ليكون تشريعا للأمة ويعلمهم أن هذا الأمر جائز أيضا. طيب الأفضل قلنا في الدعاء إنك شنو تستقبل القبلة، واستدلوا بحديث اختلف العلماء في صحته وحسنه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس قبالة القبلة، وسيد المجالس قبالة القبلة، قبالة القبلة يعني اتجاه القبلة. طيب وقفنا وين في الحديث؟ حتى رأيت بياضة إبطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، دي فيها أيضا توسل إلى الله من أية نوع؟ اللهم أغثنا دي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وينه؟ اللهم. قال العلماء معنى كلمة اللهم يعني يا الله، يعني شنو يا جماعة؟ يا الله. حذفت يا النداء وعوض مكانها بالميم التي في نهاية اللهم، فمعنى هذه الكلمة يا الله وحدك لا شريك لك. طيب اللهم
أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3 وإذا سأل سأل 3، وده من السنة. ورفع الناس أيديهم معه يدعون، ولم يذكر أنه حول رداءه، وتحويل الرداء بيكون في شنو؟ في الاستسقاء. طيب، ولا استقبل القبلة، ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، والقزعة هي صغار السحاب، ولا شيئا وما بيننا وبين السلع، سلع جبل في المدينة، من بيت ولا دار، وإن السماء لمثل الزجاجة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء كبيرة انتشرت ثم أمطرت، فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني ما نزل يدينه، حتى ثار السحاب أمثال الجبال. طيب، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني قال جمع عزلاء، يعني زي خشم القربة، يعني شبهها بخشم القربة. ونزل عن المنبر فصلى، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلا، بقت خواضة. وفي رواية حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله من كثرة شنو؟ الماء. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، يعني المطر نازل من الجمعة دي لحد الجمعة الأخرى. المهم، وقام ذلك الأعرابي أو غيره، ثم دخل المسجد في الجمعة المقبلة، المطر ما موقف أصلا من الجمعة دي للجمعة بعدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله تهدم البناء وتهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي ومنع الطريق إلى آخر وغرق المال، فادعوا الله أن يحبسه لنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية إلى آخر. طيب، ده من الأدلة على شنو يا جماعة؟ توسل بدعاء الرجل الصالح. ومن الأدلة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط، ده من الأدلة على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. الصوفي بيمسك لك الكلمة دي بس، استسقى بالعباس، أيوة، إذا يجوز نتوسل بالبرعي. ده ما هو يا أخي، الكلام ذاته ما يستسقى به هو بشخصه كده، بدعاه، لأنه أقرأ الكلام للنهاية. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. والفهم الخاطئ لهذا النص هو شبهة كبرى عند مشركي زماننا، مش كده؟ طيب، الفهم الصحيح ما زاده ابن الجوزي في كتابه، أكتب الكلام ده في كتابه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مجلد، نقل رواية من هذا الحديث تبين معنى التوسل أصلاً الكان حاصل. وحيجينا رد الشيخ الألباني قدام لما نجي للجواب على الشبهات في الدرس القادم إن شاء الله. قال له قم يا العباس، بعد ما عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا،
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قام العباس فقال رفع يديه إلى الله. يبقى كان توسل بشنو؟ بالدعاء. ده أول دليل إنه عباس رفع يده لله وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. وهذه أكفنا مرفوعة إليك بالتوبة اللهم فاغفر لنا. فنزل المطر. كان توسل بشنو يا جماعة؟ بالدعاء. بالدعاء بدعاء الرجل الصالح. ها؟ كيف؟ عباس بن عبد المطلب يتوسل بعمل صالح ما في مشكلة. لكن أصلاً النص هنا الشيخ الألباني جابوا ليه في جواز التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وشمل الاثنين. صحيح كلام أحسنتم. أنا ده رجيف التوسل الله بدعاء الرجل الصالح. شبهتهم بيجيبوا لك الحديث مقطوع وقال لك عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبيك ولا نتوسل لك بعم نبيك وكده فأسقنا وانتهى. لا نتوسل إليك الآن بعم نبينا. هل بشخصه وجاهه ولا بدعاءه؟ ده كلامينا بدعاءه بدليل أن العباس رفع يدينه لابنه الله وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة وكذا وكذا وكذا. إذن توسل بدعاءه لأن العباس دعا عليهم رضي الله عنه. صح ولا ما صح؟ ده الرد الأول بهذه الرواية الزائدة. الرد الثاني أن التوسل كان بدعاء الرجل الصالح ولم يكن بجاهه أو بشخصه هكذا من غير دعائه. كلام عمر بن الخطاب كنا نتوسل إليك بنبينا. لو كان أصل التوسل بجاه ومكانة الرجل الصالح ما كان عمر قال كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا. ليه يقول كده؟ ما الآن ذاته يتوسل بجاه النبي لأنه جاه النبي موجود بعد وفاته. موجود ولا ما موجود؟ مكانته عند الله يعني موجود ولا ما موجودة؟ ليه عمر قال كنا نتوسل إليك بنبينا وخلى التوسل بالنبي؟ ليه خلى التوسل بالنبي؟ لأنه كان التوسل بالدعاء. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع عمر أن يجد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان التوسل بمكانة الرسول وجاهه عند الله لما تركه عمر ولا ما أتى بالعباس أصلا. فهمتوا الحيطة يا جماعة؟ أيضا من الأدلة على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح الشيخ الألباني قال ما روى الحافظ بن عساكر في تاريخه بسنة صحيح عن التابعي الجليل سليم بن عامر الخبائري. سليم بن عامر الخبائري رضي الله رحمه الله أن السماء قحطت أو قحطت نعم فخرج معاوية ابن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون. فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد ابن الأسود الجرشي؟ وين يزيد ابن الأسود؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. يعني شوف الصحابة كانوا يقولوا نتوسل إليك اليوم وكنا أو نستشفع إليك اليوم بيقصدوا يا جماعة الدعاء في القصة العباس والآن في هذه القصة كما ستسمع الآن. قال اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. وده من تواضع معاوية بن أبي سفيان لأنه أفضل منه صحابي. طيب وده تابع اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله. إذا كان توصل بشنا يا جماعة الدعاء ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم.
كيف؟ نعم، وعمر أيضا أفضل من العباس رضي الله تعالى عنه. طيب انتهينا كده من أنواع التوسل المشروع، هيكون فاضل لنا الشبهات والجواب عليها في الدرس القادم، والدرس القادم هيكون فيه الامتحان ذاته، هنقسم نص، هندرس الشبهات في نص الزمن، والنص الثاني هيكون امتحان لدرس الليلة وللدرس ذاك ذاته بطريقة ما إن شاء الله تعالى. أنت بس تجي قاري خلاص وتجي شايل الكتاب ده، أول حاجة أول درجة في الامتحان إنه توريني الكتاب ده، والله جد جد أول درجة. إذا ما جيت شايله الكتاب ده أنت فقدت 30% من الدرجات، فضل 70%. المؤمنون عند شروطي ده شرطي كده، ما جيت مشتري الكتاب ده في 30% شنو؟ انتهى، فضل لك 70% كلها، عرفتها؟ يعني غالبا بتسقط بتسقط إذا ما جبت الكتاب غالبا، والله جد جد. فلازم تجيب الكتاب، وأنا وريتك محله وين، دار السودانية، وتلقاه متوفر جدا. ها فارس قال أي زول لو داير يديه هو بيجيبه له، هلا في ناس مشغولين